بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم احنا مع الجزء الثاني والعشرين في اليوم الثاني والعشرين من رمضان في الجزء الثاني والعشرين رح نلتقي مع ثلاث صور بس أعطي هيك تنبيه صغير عشان احنا عيننا كمان على كل المصحف كل القرآن الكريم في الأجزاء الأولى أول عشر أجزاء الغالب على المصحف قرآن مدني وكان فيه صورتين اللي هن مكيات في وسط القرآن الكريم العشر أجزاء اللي في الوسط الغالب أن كل مكة ما عدا سورة وبعض الآيات في سورة الحج اللي هم كانوا مدنيات الآن احنا بالعشر أجزاء الأخيرة العشر أجزاء الأخيرة الغالب مكة بس كمان فيه مدني نوعا ما عدد منيح من القرآن المدني فاليوم احنا مع صورة مدنية اللي هي الأحزاب ومع صورتين مكيات الصورة المدنية هي صورة الأحزاب سورة الأحزاب هي بتخدنا على غزوة تسمى غزوة الخندق السنة السادسة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بغداش أتوسع في أحداثها الاتفاق من كل العرب بإعاز من اليهود لأهل مكة ولأهل الطائف حاصروا المدينة المنورة اليهود وبني قريظة كانوا في المدينة المنورة وغدروا المسلمين كمان بإعاز من اليهود فصار في غدر كان موقف يكاد يكون هو أصعب موقف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان إحاطة من كل جزيرة العرب هي أصعب غزوة كانت على المسلمين. سورة الأحزاب تنقسم نوعا ما عشان هيك أنتم مرات بيجي مش قادر اربط طب شو علاقه البيت النبوي شو علاقه نساء النبي الله عليه الصلاه في معركه الاحزاب سوره الاحزاب هي عم تتكلم كالتالي عن غزوه الاحزاب زائد بتقول انه بيت النبي عليه الصلاه والسلام في الظروف الصعبه وفي كل الظروف هو بيت لكل المسلمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم زائد بعد غزوة الأحزاب أجت كمان غزوات الخن بعد خيبر وغيرها بعد الأحزاب صار في أموال كثيرة بأيدي المسلمين وربنا ذكر في الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها فصار مع المسلمين أموال كثيرة فرب العالمين هاي أحلى ما في سورة الأحزاب جعل البيت النبوي اللي هو بيت القائد البيت النبوي هو بيت القائد جعلوا مثال أنه أنتم أيها البيت النبوي يا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكونوا قدوة لكل المسلمين ممنوع تنفتنوا في الدنيا ممنوع تنفتنوا في المال شكرا ربنا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة يعني طلاق فربنا بده يعلم البيت النبوي أنه أيها البيت النبوي ممنوع تنفتن بالأموال اللي أجت عليك بعد الأحزاب وبعد خيبر ولازم يكونوا قدوة فصارت الصورة ربي وتعلم يا نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لأنه الآن البيت النبوي هو القدوة لكل المسلمين فهيك سورة الأحزاب هي سورة عائلة المسلمين غزوة الأحزاب وبما أنه الأموال كثرت فصار البيت النبوي بيت القائد هو محل القدوة لكل بيوت المسلمين هيك سورة الأحزاب نقدر نربطها مع بعضها البعض من سورة الأحزاب بدي أروح على سورة سبأ وسورة فاطر مصطلح جديد في ممكن لما احتلوا مرات ولكن المصطلح بيقول كثير من الصور تعتبر ثنائيات ثنائيات بيجوا وراء بعضهم البعض هاي الظاهرة رح نلاحظها في المفصل من صورة قاف وبعد قاف الذاريات الطور رح نلاحظ هاي الثنائيات صورة سبع وفاطر ثنائيات شان الثنائيات في علاقة بينهم كثير في ترابط بينهم كثير في أكثر من موضوع ويشترك في رسالة عامة عشان شو بنلاحظ السورتين بدأوا الحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره، سورة سبع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، سورة فاطر، السورتين بدأوا بالحمد. السورتين بنلاحظ انه فيهن سيرة العلماء، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء. الملائكه ذكر الملائكه هون ذكر الملائكه هون ملان مشتركات موجوده بين الصورتين من المعاني المهمه في الصورتين قضيه شكر الله سبحانه وتعالى ان الصورتين جاءوا ليرسخوا لي معنى الشكر لله وكيف احنا نشكر الله اعطيكم المثال في سوره سبا وخلاص انتم بتقدروا تكملوا مع سوره فاطر لوحدها سوره سبا اجت تعلمنا شكر الله نقدر حتى نسميها سوره الشكر تعالوا نتطلع عليها على سبيل المثال ربنا جبلنا مثال لسيدنا داود وسليمان في سورة سبأ اللي شكروا نعمة ربنا ربنا أنعم عليها وشكروا نعمة ربنا وفي سورة سبأ شو قالت اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور بعد ما جبنا مثال لنا شكرت ربنا كيف ربنا أنعم عليها جبنا قصة سبأ سبأ قرية ربنا أنعم عليها ولكنها لم تشكر الله ما حققت معنى الشكر فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل هاكلة نباتات مالحة مرة لا فيها فائدة لا للجسم ولا لها طعم طيبة بعد ما كان عندهم الجنات والأنهار معناته سورة سبأ وكمل في سورة سبأ رح تشوفوا كل ما يرد رزقكم من السماء والأرض كل الله رح نلاحظ كل قضية الشكر وبعدين بحكي قضية القرى في آخر سورة سبأ القرى اللي ما حققت شكر ربنا واللي بطرت معيشة ربنا مع سورة سبأ تعلمنا الشكر سورة فاطر أيضا تعلمنا الشكر بس بتعطي كمان ملاحظة أنا دائما بقول بالعائلات القرآنية أو بالثنائيات القرآنية مثل سورة سورة سبع فاطر بتضل كمان كل سورة لها ميزتها في سورة فاطر كثير عندنا معنى أنه من الشكر فاطر اللي يفطر الأمور الصعبة عشان كابن كان ابن عباس قال ما كنت أعرف معنى كلمة فاطر حتى سمعت الأعراب البدو كانوا يقولوا هذه من قال واحد منهم من فطر هذه البئر فقال له أنا فطرتها فطرتها يعني شققتها الفاطر هي الخلق الصعب الخلق العجيب يعني عشان هيك الملائكة خلق عجيب فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الروح بالإضافة للشكر في سورة فاطر راح نلاحظ روح العزة اشكر الله من باب الفقر، انت فقير الى الله، انت ضعيف الى الله، الله هو الغني الحميد، فراح نلاحظ معاني العزه مليئه في سوره فاطر على سبيل المثال لله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معناته العزه لله موجوده هذا المعنى، في سوره فاطر يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز له العزة الكاملة فراح نلاحظ خلال سورة فاطر كل معاني العزة فهي تجمع بين العزة والكبرياء مثلا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير بعد ما ذكرت ملك ربنا في البحار وفي السماوات قال والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير فطلع كل صورة فاطر راح على معاني العزة وعلى معاني خلق بشكل قوي فاطر السماوات الملائكة البحار بهاي المعاني وأيضا ترسل رسالة الشكر معناته سبع وفاطر تقرا مع بعضها البعض التنتين للشكر وكل وحده لها روح مثل روح العزه اللي موجوده في سوره فاطر ما بنشعرها بهذا المعنى في سبع بس التنتين يكملوا بعضهم البعض تقبل طاعتكم رضي الله عن الجميع عن ابنائكم نسال العظيم ان يعتق رقابنا ورقابكم في العشر الاواخر من النيران.